السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما ترد أسئلة علي، ما هي أقوى الآيات وأقوى البرامج في طرد الجن أو في العلاج؟ أتذكر كلام شيخ الإسلام تيمية في فضل آية الكرسي وقوتها، وأن المعالج يستعين بهذه الآية العظيمة في علاجه وفي تصديه للشياطين والمردة والعفاريت. وفي فترة العلاج التي كنا نقرأ فيها على المرضى، نرى أن المريض يتأثر مثلا مع بداية الصافات أو مع آيات العذاب أو آيات الحرق أو غير ذلك، في حين أنك إذا جئت تقرأ عليه ممكن آية الكرسي تجده ممكن يسكن ما يتحرك. فكنا نقول: هل آيات أخرى أقوى أم أن آية الكرسي أقوى؟ الصحيح أن آية الكرسي هي أقوى، وجربنا فكنا نقرأ قراءات طويلة بالساعات. فأذكر في يوم من الأيام قرأت 3 ساعات متواصلة آية الكرسي فقط، وكل ما يأتي في ذهني أن أغير لبعض الآيات أقول: لا، هذه أقوى آية وأعظم آية فأنا سأرددها. فكانت الحالات ما تتأثر نفس التأثر الذي كنت أراه في غيرها من آيات الحرق والعذاب وغير ذلك، ولكن بعد نصف ساعة من القراءة سقط أحدهم، وبعد ساعة سقط 2 أو 3 من الناس الذين كانوا ما يتأثرون بالآيات القوية. بعد ساعتين سقطوا أناس يحضرون في الرقية ويرقون أنفسهم ما كانوا يتأثروا، أحدهم سقط على وجهه هكذا كأنه حائط وسقط. بعد إن انتهينا سألت، فإحدى الأخوات تقول: ماذا تقول؟ والله يا شيخ، صحيح نحن نتأثر بتلك الآيات الأخرى، ولكن حينما أنت كنت تقرأ آية الكرسي فقط وتردد، قالت مثل الشخص الذي هو يدوس برجله على شخص آخر ما نستطيع حتى نتنفس. قالت: أشعر الذي بداخلي كأنه قد كتمت أنفاسه. إذن آية الكرسي الصحيح أنها هي أقوى آية وهي أعظم آية، ودائما كنا نضع مثل هذه البرامج لبعض المرضى، وكانت تأتي نتائج في نفس اليوم. والله أكثرهم في نفس اليوم يقول: طبقنا هذا البرنامج. ما هو البرنامج؟ كنا نقول: إنسان عندك أمامك عدوك، فإذا ضربت عدوك ضربة واحدة يتحملها ويأتي في اليوم الثاني يقف ويؤذيك، فإذا مسكت بخناق ذلك العدو وبدأت تضرب فيه ولم تتركه تضرب تضرب تضرب، فإنه لن يتحمل الضرب المستمر، فإذا انفلت من يدك فإنه لن يعود. فإذا عاد وطبقت فيه نفس هذا البرنامج وأطبقت عليه واحكمت عليه الخناق وبدأت تضرب عليه باستمرار، فحينها يقول: لا أستطيع أن أتحمل مثل هذا الضرب وسأجد له مكان آخر. البرنامج الذي كنا نضعه لبعض الحالات المستعصية الذي يقول 4 سنوات 5 سنوات يذهب يمنة ويسرى ويتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد يبحث عن العلاج، نقول له طبعا بعد الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي والمحافظة على الصلوات والسنن والأذكار وغير ذلك، نقول له: تفرغ لآية الكرسي، تقرأها بدون عدد معين، ولكن تضع في نفسك هذه النية أنها هي أعظم آية وهي أقوى آية، وتدعو الله تقول: اللهم إني أسألك بهذه الآية العظيمة وبكلامك هذا أن تنزلها على كل شيء أصابني، سواء مرض روحي أو مرض عضوي أو أي شيء، أو تشفيني به، بها أي نية تضعها بإذن الله تعالى ستكون الفائدة. فتقرأها حذرا، تقرأها مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هكذا انتهيت منها تعيدها مرة أخرى. وفي كل المرات التي تقرأها تقرأ، كل إنسان يقرأ بنية، ونحن نريد أن نبين هذه المسألة مسألة هامة في العلاج. بعضهم يقول: لماذا الراقي قراءته أقوى؟ نقول: نيته أقوى. ما هي نية الراقي؟ نقول: بعضهم مثل الصلاة، واقف يصلي وعقله معلق في العرش، وآخر يصلي وعقله معلق في بيته أو في دكانه أو غير ذلك. أيضا في مسألة الرقية تأتي للمريض تقول له: قرأت؟ يقول لك: نعم قرأت، كأنه حل واجبا فقط. نقول: لا. وتأتي لواحد آخر تقول له: قرأت؟ يقول: نعم. استفدت؟ يقول: استفدت. تقول له: كيف قرأت؟ يقول: قلت يا رب أنا أعلم أن كل حرف من كلامك يهد الجبال،
كل حرف من كلامك يهد الجبال. فهو يقرأ بهذه النية، يقول فما أقرأها وما أقرأ أتحرك بكلمة من كلمات الله إلا أنا أقول الآن انهدم انهدم وزال وذهب كل هذه الأشياء. قال وأشعر بالتأثير الكثير. نقول إذن لذلك الذي كان يقرأ كأنه يحل واجبا أو يقول قرأتها يوم كامل، نقول ما استفدت؟ لأن نيتك ليست مثل نية ذلك الآخر. فحينما يمسك الإنسان القراءة بهذه الطريقة المستمرة ماذا يقول أكثر؟ يقول ما شعرنا بشيء في الساعات الأولى، لكن بعد نصف ساعة أو ثلث ساعة بدأ التثاؤب الكثير ونعاس يأتي على الإنسان. هذه لابد يعني نفهمها، لأن هذا برنامج لابد أن يطبق. نعاس يأتي يقول ما كنت يعني نمت جيدا واستيقظت جيدا، ليس هذا وقت النوم. نقول له إذا شعرت بالنوم انتبه أن تنام، قف على رجولك على أرجلك واقرأ وردد آية الكرسي. فيقرأها مرارا تكرارا، ثم يعود النعاس، ثم يذهب، ثم يأتي، ثم يذهب. بعضهم تجده يذهب إلى الخلاء محصور يريد أن يتبول، يقول ما كان يعني مثل مريض السكر. نقول هذه من العلامات في الانصراف. بعضهم يأتيه ريح، بعض النساء تأتيها مثل الدورة أو إفرازات أو غير ذلك، نقول هذه أشياء تنصيف. بعضهم يأتيه عطاس شديد، بعضهم يأتيه صداع، بعضهم تأتيه حبة في الرجل أو في اليد ويخرج منها دم كأنه عرق انقطع. نقول لا يعني تحزن على مثل هذه الأمور واستمر. والله أكثرهم يقول جلست يا شيخ أقرأها، نحن نقول دائما حاول تقرأها 24 ساعة. يقول كيف؟ نقول اقرأ. أكثر الحالات الذين قرأوها يقولوا والله يا شيخ جاءنا نشاط، أصبحنا مستيقظين لليوم الثاني. ومنهم من قال مستيقظ 48 ساعة بقمة نشاطي وقوتي وعافيتي. وكثير منهم قال الحمد لله إما انتهيت أو 50% أو أصبحت أو أصبح زمام الأمور نقول بيدي، أي أنه لا يسقط لا يصرع لا ينطق على لسانه إنما يشعر ببعض الآلام. وبعضهم يقول نمت في تلك الليلة فرأيت شيء حريق هائل وكانت النتائج طيبة. هذه الطريقة جربناها مع العرب وجربناها مع العجمي. يأتي العجمي يقول ما أعرف. نقول تعرف آية الكرسي؟ يقول نعم. نقول اقرأها. والله أحدهم قرأ على أمه 3 ساعات فقط في اليوم، استمر عليها وهي مريضة ما يقارب أكثر من 9 سنوات. تعرف الجسد العقل كأنه ذهب. قال والله في كل يوم أقرأ فيه تتغير أمور كثير، 3 ساعات فقط. وأما الذين استمروا يوما كاملا ففيها قصص، ولا أريد أن يكون هذا المقطع طويل، أكتفي بهذا القدر. وسأذكر القصة في الحلقة التي بعدها بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.